بسم الله الرحمن الرحيم. بداية كنشكر جمعية رياضة سات على هذه الدورة التعليمية اللي نظمات، كنشكر جنود الخفاء اللي سهروا باش ان هذه الدورة التكوينية تكون في احسن حال. الدورة التكوينية اللي كانت الكورت الاول توسيعة مجال الادراك كانت دورة متميزة، اكتسبنا فيها بزاف ديال التقنيات، انطلقنا من اشتغلنا على بزاف ديال البطائق ديال العمل، ومن خلالها سمحت لنا باش اننا نوسعوا مجال التفكير ديالنا ويكون تفكير ابداعي. شكرا.